أخي المتتبع الكريم، عاجل وخطير في عائلتنا من نواحي سنتات نواحي بالضبط إيميلجيل. هنا كنشوفوا أن المقدمين والشيوخ وأعوان السلطة تيحاولوا باش ينبهوا الساكنة بخطورة الوضع، وخاصة أن تداعيات كتقول بعد ما تسدت الطريق الوطنية الرابطة ما بين إيميلجيل في اتجاه تنغير، فهنا كنشوفوا أن الطريق أصبح رواد الطريق مهددون بالخطورة ديال واد جاي على الجهة اليمنى. حنا مهددين، هنا كنشوفوا الساكنه غادي يحاولوا باش نعطيونا اكثر ايضاحات. سي حسين راه حتى حنا صاحبي راه خاصك تخرج من هنا، نيت انا دابا ما بغيتش نبقى هنا. الله يرحم الوالدين، الله يرجع اللور، ولا بقى هنا غير بوحدك انت. راه جاي الواد الكبير، دابا الواد اللي واعر هو هذا اللي جاي. كدي جاي هنا اللي جاي هنا، والمقدم اش كيقول دابا هو الشيخ لنا؟ اش كيقول لهم؟ الشيخ اللي كيقول لي تنفراتي راه داسني التنين فراتي راه يدخل. نعم حاج، ماكش داسني التنين تنفراتي الرواد سيفت هذا. انا سيدي اصلا حنا فوق القنطره، دابا حنا راه حنا في واحد البلاصه اللي خطيره، وانتم ابناء المنطقه خطيرة. نعم هذه خطيره، هذه البلاصه فاش حطيتي لنا خطيره، وخاصنا نبعدوا منها. انا تنعاود واش زعما نقدر الا جا المال نخرج مارشاريا؟ ما غاديش تخرج، نرجع مارشاريا يا صاحبي. الاشاره فان طاقم شوف تي في لحد الساعه حنا محاصرين. واش عندنا شي طريق منين كنديرو نخرجوا؟ ما كاينش، ما عندناش منين نخرجوا. هنا كنشوفوا السلطات المحليه في الاتجاه الاخر كتستعن. رجع للجبل، رجع للجبل، اما توصل للطريق راه ما يمكنش. صافي دابا حنا خصنا نطلعوا فوق الجبل هكاك. صافي طلع الدوار، اما باش نبقاو هنا كتحضرونا نخرجوا من هنا. راه الواد الى جا هذا حامل، الى جا بكثره راه كيطلع فوق هذا سميتو. انا كنشوفوا السلطات المحليه صافي تدخلوا تيحاولوا جاهدين ان باش يديك الطريق ليه. اما حنا هنا ما عندناش دابا شكون اللي عندنا حنا؟ حنا بيناتنا واد اخر عاوتاني. وهذا هذا موسمي، هذا غاي، هذا غاي، هذا دغيا غايفوت هذا. اما هذا خطير، هو هذا اللي خطير، هو هذا اللي جاي في الطريق. اما هذا كان لا، هذا اللي جاي هذا الوقت. انا خلي الطوموبيل امارش حسين، الا شنا الما جاي بالجهد نرجعوا مارشاريال. وراه خايفين واخا ترجع مارشاريال اصاحبي. دابا راك انت ولد المنطقه وراك عارف فين البلاصه فين حنا. انا بعدا خايف، عرفتي هاد القنطره؟ ايوا فاش دات وتعبدي وتعبدي دات هاد القنطره واحد العام، دات واحد السيده شويه تمطوت هنا. داتها صافي، مشات وماتت، تعلقات في الشجر فماتت. عقلتي انت عليها؟ عقلت عليها. واش بغيتي حتى حنا نموتوا؟ وخرجنا الله يرحم الوالدين من فوق من هذا الخطر هذا، نرجعوا للجبل. لا ولكن المقدم اش يقول دابا؟ دابا المقدم، شت المقدم دابا تيشير لنا، اش يقول لهم؟ قال لكم خرجوا حدا الواد، هذا الشيء اللي قال. وكيف حنا في المنطقه دابا شي شويه قاصحه. قاصحه نعم، قاصحه ماشي غير قاصحه. دابا حنا في المنطقه، دابا حنا هنا خصوصا هنا فاش حطيتينا الدقاس. دابا حنا فوق، دابا هاد البلاصه الاخ الكريم، انت ابن المنطقه حتى انت حاولتي باش تشارك معنا. لا رديك اسمع ليا، شنا واحد الراجل كبير تيقول للناس اليات عاري، اليات المقدم، المقدم هذيك المجهودات الجباره تاع ذاك الراجل، شنو شهادتك في هذاك السيد؟ انا عجبتني ان مسكين لبس لي بوط وتيقول اليات اليات. ايوا هادري خدمت نساينا، ما قال لك راه جايه الحمله هنا من الفوق. هادري خدمت نساينا غاسيدي. سيدي حميد، اول حاجه خصنا نقولوها بانه كاين ناس اللي كبار في هاد المنطقه هادي، فهذوك الناس اللي كبار عايشوا لحظات اللي هما كبر من هكا، وعايشوا واحد الوقيته اللي كان الواد تيوصل مثلا لكبر من هكا. فشنو ممكن نعمل؟ فين ساهل؟ والله نطوق دانك خصها غير حي. اش جيتينا تقلعونا انا هات الجنبه دايك وزغ مشي لينضو. واش جنبه تقول دابا باش ندوز انت؟ لا ما تدوز غير انت، انا ننزل. الا بغيتي تدوز ننزل. قال لك الزيد غير ندوز. لا ما تدوز، انا ننزل ودوز. ننزل ودوز. الا بغيتي انا غنرجع مارشاريا للواد جاي. عاد بقى نجمعكم، واش دابا انت قال لك السيد ندوز؟ دابا هذا الشاب ابن المنطقه نصحني، قال لي حامد زعم والو جايز قال لك زعم، قال لك زعم غادي نشوفوا هذا اللي راك معايا، اش بان لك انت؟ لا انزلني وزيد زعم هو انت وياه. كيفاش؟ يطلع لهاد البلاصه ديالي وزيد انت وياه وزعم. واش غير نزيد شويه حسين؟ نزيدوا غير شويه نقدروا. سير انت قدامنا سير. لا ما تزيدش يا صاحبي. لا سير شنو؟ لا لا كنمشيو. او دير شنو؟ ونزلني شوف انت عندك يجي هذا اللي بلي.
إذا الإخوان واش ندير راسنا في هذا السيد الشاب؟ لامبيلونس وصلات إخواني سيارة الإسعاف، يا للأسف الشديد سيارة الإسعاف إخواني وصلت لهي، راه 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 ما عرفتش اش وقع الدراري الدراري. لا لا ولا راه سيارة الإسعاف راه 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 ياه. واش وقعت؟ واش لامبيلونس تما؟ واحد لامبيلونس. أيه كاينة لهي، أنا كنت ما بقاش. واو. بربي لا دايزة. واي لا دايزة نزلنا وطلع حداه. وكونو دايزة. نزلو بجوج أنا ندوز بها. واو راه راه لا لامبيلونس. هذا اللي كيقول لك دايزة راه خلى الطوموبيل ديالو لهي. لا ما خلاش. سير سير أجي أجي نتني شوفوا هذا. صغير على هذه. شوف هذا كيبغى يبغى يبغى يبيع لنا العجل. خلى الطوموبيل تون هو لهي. الطوموبيلة ديالو لهي. وجا جاي يزيف فيا أنا. راه ودي حمي والله. يوم زيك الطعام. يوم زيك. يوم زيك. يوم زيك. والله مروري يدي قال لي كاميو تنزريع. يا قلتي لي دوز حامي. الكاميو حيد ويدوز. دابا نجي دابا نجي دايز والله. غادي تدوز انت. والله تندوز. شكون؟ طوموبيل صغيرة ماشي بحال هكا. شوف الما كيتكسر شوف. هلا بيلانس راه هلا بيلانس راه كتهز الناس راه. شتيها راه 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 حمر. راه مشات دابا شات دوار وها. دابا عندك شكون؟ دابا. هذا زعم شمس خوط. هذا. دور الواد. ايه. هنا كنشوفوا اخواني تيحاولوا جاهدين من بعد ما ان المقدمين داروا واحد الحمله باش ان الناس هي بغى يدوز الاول بغى يدوز ربما الطريق بغات تحل اولا لومبيلونس بغاو يدوزوها اكوشي داز دابا راه واخا تحل راني مع الاخوان نعم فين كاينه بحال لا كاينه حفره شوف كيفاش كيطلع الماء ليه شتيها من الفوق هذيك الموجه اللي كاينه هي كتبين لك بان راه كاينه حفره نعم ناش تردوا البال نتوما هذا الا شتي هذا تيطلع هذا الا تيطلع نهربوا راه المقدم علم دابا ليه راه جاي هذا الكبير الله يشدكم هنا ولا القنطره ايوا داك الشيء باش خلوني انا عافاك نشد الوسط باش الا شتي جاي نهرب اللور يا شو مسكين هذا لقطه واو 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 يا عالم اخويا لا غادي نرجع لا ها نردوا البال من هذا رد انت البال غير تشوفوا تيطلع شويه نرجع بالجهد راه عندي فيها الطريقه مسخوره باش توصل شوف المقدم راه الا جا من هنا اللهم نهرب ليه وما نرجعش اللور البال المقدم راه ماشي كتبتو هادي هي المقدم هذا اه المقدم هو اللي كان تيغوتكم تحيه تحيه الدراري كل شيء كل شيء كل شيء رفعوا القبه على هذا الرجل السلطه والله العظيم شريف بس بخير وتبارك الله عليكم الله يبارك فيك وتاسع الله يحفظك واش دابا المقدم تيقول الناس يطلعوا للجبل نعم لا ايوا تبارك الله غير فوق هانيا وفي خير هانيا اذا الطريق تحلات هما عاولوا باش يحلوا اذا الطريق تحلات لاباس واحد الفرقونه دازت دازت ولكن تسدات علينا حنا حنا مسدوده علينا ايوا حنا شكون اللي فيك علينا واش حنا حنا منين ندوزو ولا والو ما كاينش ما كاينش غندوزو غندوزو على بيلونس دازت واش لقى عمي واش نقدر ندوز؟ الله اعلم، الله اعلم ندوز. واه؟ الله اعلم. ايوا هنا ما كاين لا وطين لا والو في غير نبات في الزنقة. ما حسن هذا الجو احسن. فين نبات؟ اقول فين نبات؟ ابقى هنا. اه. مرحبا بك، مرحبا بك يا عم. الله يحفظكم. مرحبا بك. والله يحفظكم حتى انتوما. اه حيدون مرحبا بك. هو هنا عائلة وحدة. ياك لاباس يكون؟ والحمد لله ربي الحمد لله الطريق الله اعلم هي طلقات للجهه اللي من لهي. مرحبا بك. الحمد لله، إذا الطريق اللي للجهه اللي من لهي هي طلقات أخي. سير على الله سير. لا لا ما ندوش دابا هي في غد. أولا. حنا مازال مسدودة علينا الطريق أخي المتتبع الكريم ما كاينش شي مفر باش أننا نخرجوا. طاقم شفتي في الحد الساعة. ماشي ماشي ماني غيتخش ندير غير في التليفون. عطيني داه محسن هنا محسن. إذا هنا الطريق حاولوا برافو ولكن هنا كطاقم شوف تي في إذا غادي نحاولوا نشوفوا الإخوان واش دابا أننا ما كاين لا وطين لا حتى شي حاجة واش مرحبا بيا عندكم وشنو هي الطقوس ديالكم اللي كتسد سمح لي ملي كتسد الطريق هكا مع الناس اللي تيكونوا حاصلين هذا السي اللي بغا أولا غنهضر عليك أنت السي حمد نعم باعتبارك واحد الصحفي اللي كتزورنا وكتجي لعندنا هادي بعدا ترفع لك القبعة عاليا وعاليا الله يحفظك ونبغي هاد المشاهدين هادو يذكروك ويشكروك لانك كتجي لوسط هاد الجبال هادو الله يحفظك اخويا فهادي واحد التحيه لك خاصه وانت راه نحطوك في الماء فهمتي نتقاسم الله 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 معاك اللي كاين الخبزه الاخرى نتقاسموها معاك انت كاولا وبالنسبه للضياف فكنظن نعم. بانه الناس نعم. واللي كيسول على وليداتها يتحددوا في جميع الاماكن
كنظن بان السمعه ديالهم سبقهم بالنسبه لهذا الشيء ديال انك تجي وتبات ولا تحصل ولا تجي وتسول وتقصد شي واحد، كنظن بانه ما عمرهم ردوا شي واحد. وهذه الشهاده ديالي انا مجروحه لانني ولد المنطقه، ويقدر نبان بانني زعما ارمي الزهور علينا. لا ولكن انا غادي ناكدها كزائر للمنطقه. انت عاوتاني اكدها. غادي شوف نقول لك، وحنا مع الاخوان تنتمناو هذا الشتاء تدوز بخير وعلى خير رغم ان شي عاصفه راه جايه. للشرف، وهذه رساله، هو انني حيت تنجي لسنتات فين تنمشي؟ تنمشي عند احيزون. اييه. اللي تتقول احيزون هو هذا الاسم ديالو احيزون، عنده اعاقه ديال تقريبا 75 في صحته. كويسه. وتنعيش اجواء عائليه، لا انا لا الشباب ديال السنتات لا الوالدين ديالهم، لا انا اعتبر راسي من يتحددوا دابا انا ولد السنتات. انا كتب الله انني ندير علاقات معكم فين ما جيت. الناس جاوا شطحوا في ايميل شيل، مشاو شي شطح شي ركز، ولكن انا جيت باش انني نقل حتى المعاناه ديال ايميل شيل. وانت كتشوف حتى الصوره دابا الناس كيتيدوزوا، وتنتمناو اللطف لان راه القدام جهه التنغير كاين شي بلايص اللي كيبقاو مسدودين. وانا براسي كطاقم شوف تي في احنا حاصلين، وكنت وراه كما شاف السي حسين الناس تيستناونا في التنغير. فاش نكمل الرساله ديالك اللي بغيتي تقول اخويا العزيز. صافي مالين التنغير. بغيت نقول بالنسبه لحنا والناس اللي كيجيو يزورونا والناس اللي كيجيو يكبروا بينا، لانه السي حميد انت كواحد القامه صحفيه اللي زرتي بزاف ديال المناطق ومشيتي درتي تغطيه حتى خارج ارض الوطن، فانت بالنسبه لنا ضيف كبير. كما الله يحفظكم اخويا. والناس الاخرين راه شحال من واحد جا، راه شحال من واحد كذا من الطعام ديالنا، راه شحال من واحد حتى حنا والناس تبادلوا معنا هذا الشيء. وفين ما مشيتي عاوتاني باش ما نكونوا كنبالغوا ولا شي حاجه، راه الناس طوبوا حجر، ولكن الحكم دائما كيكون بالاغلبيه، فهمتيني؟ الناس ديالنا الاغلبيه ديالهم كنظن بانه كيستضفوا الناس، كيرحبوا بالناس، كاين وراه كنظن بانه الناس حتى في التعليق غياكدوها، لانه الى ما خفتش نكذب ولا انني نبالغ، كنظن بانه اشهر منطقه قرويه في المغرب هي ايميل شيل. نعم كنظن. لا مثلا الى هضرتي حتى سياحيا، ايفران مدينه، مراكش مدينه، الدار البيضاء، طنجه، مارتيل، هادو مدن، ولكن كمنطقة اللي قراوية كنظن بأنه المنطقة ديال عيد حيدو كواحد المنطقة اللي شهيرة سياحيا بالعدد ديالها وبالتقاليد ديالها. ونبغي نضيف واحد الحاجة. نعم. دابا هاد الجبل اللي دايرين بينا كاين اللي تيشوفهم، كاين اللي تيشوفهم سلام كأنهم السلام عليكم. أبا بخير تهنا. لاباس تهنا. كلشي بخير. هانية. لاباس لاباس. عبد الخيرة. الله يبارك. كلشي بخير. الله يحفظك. الله يحفظك. الله ربي. الله يحفظك. والله هاك الكواسة اللي خدي لي شيران. واش نمشيو لعند عم حسين؟ الله يشربوا حسين. الله يحفظ ربي. ميتك عبد الخيرة. الحمد لله. الحمد لله. إلا طعياني من دنيه اللي خايفة على الله. إيوا. ودي عاون ربي. لا الخسارة من الناس. بزاف بزاف هذه خلف مولانا. لا تفضل استاذي. قلت لك اسيدي حميد، دابا بالنسبه لينا حنا راه واخا كاين المعاناه، واخا كاين بزاف ديال الحوايج اللي انت شفتيهم، ولكن حنا كنحاولوا نكونوا ايجابيين. وهاد الجبال الا كانوا مثلا الناس كيشوفوهم بانهم ممكن نعتبروهم نقمه، ولكن حنا كنعتبروهم واحد التضاريس اللي استطاعوا. انت كتجي كتلقى بانه الناس تيلبسوا الجلالب، العيالات كيلبسوا اللباس ديالهم التقليدي اللي مصايب من الصوفه ديال الخرفان اللي تيرعوه من الرحال ديالنا. فهذا الشيء كنشوفوه حنا كان هاد الجبال استطعوا وساهموا في المحافظه على هاد الامور هذه. الى تمعنتيها مزيان وحاولتي تتعمق فيها غتلقى بان حتى هاد الجبال راه عاونونا. ولكن هاد الشيء ما كيمنعش انه خاصنا الطرقان نكونوا في واحد المستوى. خاصنا الطبيب، لانه عاوتاني كل ما كتكون بعيد على المركز، واخا يكون عندنا مستشفى اقليمي مجهد في ميدلت مثلا ولا جهوي مجهد في الرشيديه، ولكن راه غير المسارات الطرقيه وباش انك انت شفتي هذا الشيء وعاينتيه. الواد نعم. الواد يا الواد جاي هو جاي هو جاي. اذا تيقول لك سال الطبيب وما تسالش سال المجرب وما تسالش الطبيب. شفت ان المقدم كان تيقول هربوا هو جاي الواد.
هرب 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 اذا اخواني راه ماشي هذا الواد هو فاش كنا، راه هذا واد اخر اللي عاوتاني محيط لهذاك اون باراليل مع الواد الاخر. منين جاي هذا الواد؟ هذا واد دائم، هذا سميتو اسف مسدود، هذا هو الواد الرئيسي في قبائل اي تحديد. اللي هو اسف مسدود اللي يخرج دابا بالويدان. ونعطيك معطيات واحده اخرى السي حميد، شحال هادي هاد الواد هذا ما كانش مخدوم، ما كانش محفور، لانه ولاد المنطقه وسعوه حيت كان كيدير اضرار كبيره. وشحال هادي فاش ما كانش الاتصالات وهاد الامور هادي، الواد كيجي صافي الى 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 بقيتي هنا مشيتي. واو واو نعم. ولكن حاليا بعدا المقدم تيدير واحد المجهودات وتيتصل مثلا بالدواور اللي الفوق، تيقولوا له يا ودي راه جاي الواد راه كبير راه هذا، والامور شويه ولات لاباس. لا دابا اللي مزيان هو ان نشوف ان العائله طلعت فوق، طلعت فوق الجبل. راه هنا كنشوفوا الناس عارفين بان الخطوره وحاسين بالخطوره ديال هذا الواد. هنا غنشوفوا نحاولوا نقلب الزوم. عاري 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 قال لك طلع للجبل حميد، طلع للجبل العقاوي. هنا كنشوفوا العائله تطلع للجبل اخي المتتبع، لان عاد الواد دابا جاي. بلاتي نحاول ندير دوليتور هنا، بغيت انا نلتق لهم هذه اللقطه هذه. نعم بلاتي نشد عافاك، بلاتي عافاك. هنا هانت العائلات هنايا طلعوا للجبال. اذا دابا الناس المنطقه عارفين الخطوره وهكذا، تشوفون بزربه ان الباو وراك مزومي راه مبعدين كثر. راه طالع الا حيدتي الزوم غتلقى راه مبعدين كثر. اذا الفرق ما بين البراني حيت تشدوا ولد البلاد، ولد البلاد شايف وعايش. بلاتي بلاتي ندوز سهل. سد 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 هنايا. برافو برافو، استنفار ديال الاليات، برافو. غدوز من هنا ديال ديميتر. برافو برافو، استنفار ديال الاليات، برافو برافو، عمل طيب ورائع رائع، برافو برافو. هنا كنشوفو برافو 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 للسلطات المحليه، وبرافو حتى واش تابع للتجهيز هذا ولا من تابع. فهكا مزيان مزيان، برافو. تيحاول باش ان ينفس الماء. برافو 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 برافو، رائع اننا نشوفو هكا، رائع انك تشوف. راه فشي 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 بلايص فين داز داك الفيضان وفين ماتوا عباد الله، راه حتى اليومين عاد بقاو تيبانو الاليات. فعلى بدا اننا نشكروا اللي يستاهل الشكر. ايه ونقولوا لواحد حشومه عليك اش راك تدير. دابا هنا كنشوفوا برافو انه هو راه دابا حتى الطريق دابا ربما حنا عندنا امل نقطعوا، اما راه كون ما هو ما ندوش. تفضل هذا الاليات هذه دابا عندنا امل اننا باش نقطعوا، راه جا عندنا لهذ الجهه بعدا لاباس. برافو عليه. الانسان دائما خصو يكون شاكور للمجهودات، والا كان ما ينتقد وما يقول عاوتاني اي ما تبقاش عاود العصا في الرويضه، ديما العصا في الرويضه. ف مثلا تشوف بحال هاد الامور هادي اللي مجهودات كدار بعدها والناس واقفه، هادي حاجه اللي مزيانه وكنشيدوا بها. لا دابا تصور هذا كون يبقى معنا هنا، راه كاين الامل لومبيلونس دوز، كاين الامل شي مرا مسكينه دوز واخا يهزها هو كاع، راه حيت يشدنا دابا الواد بوحدنا بحال قبيله. انا براسي كنت مرتبك، الواد زاد بزاف. شوف 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 الواد. اذا حاول انت تعطي كائب المنطقه درس
حول هذا الويدان والطريقه المفاجئه اللي ما من مراكز دي او الدراري مساكنه ناس اللي تيجيو كونجي تيجيو في نوزه رواد الطريق فهنا دازت اذا الطريقه هي داز هذه الطريقه هي الحمد لله تنشوف هاي 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 انت انت دازت ها هو شتي هذا كي زاد ها هو لا لا هذا ما ها هو جاي فين غاديه انا راجع السنتات فين غادي دابا يمشي غنكون عند لا غيدور هنايا غنكون عند حيزو الفوق صحابي واش غادي نمشي لا الله يحفظك الله يحفظك اخويا العزيز الله يحفظك غادي نحاولوا غادي نحاولوا نمشيو وتفضل اخي بالنسبه واش الجماعه مثلا السنتات تقدر انها تنقد السنتات من 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 هذه البنيه التحتيه الكارثيه انا ترى خصنا نحملوا المسؤوليه للمجلس الاقليمي للمراكز الاداريه تعاون لان كاين شي بلايص اكسيدونتي دابا هاد السنتات باش تصاوب السنتات ما فيهاش مورسو واحد ديال البودرون مورسو كاين ولاد السنتات الاطفال اللي ما عارفينش شكون هو البودرون دابا فهمتي كاين اللي ما عارفش شكون هو الشانطي حنا غادي نحاولوا اها ضربتها واخيرا حميد ضرب الطوموبيل الطوموبيل ديالك ديالتي ضرباتها الحجره فهمتيني يا حميد الا بغينا دابا نهضروا على هاد المسائل دايزه ولا مازال نعطي ندوزو واو نحصل هنا كاين شي بلايص اللي ما بداش نحملوا المسؤوليه غير لهادو ديالنا هنا كاين شي بلايص اللي خصها الحقيقه ديالهم بدات تبان بحال دابا هذا البرنامج شنو كاينه نعم لا لا سير سير هاد البرامج دابا اللي تنديروا راه هي تقرير بالصوت والصوره دابا هذا راه تنتمنوا المجلس الاقليمي المجلس الجهه الدعم المجتمع المدني باش بدا يفك هاد الحاله الكارثيه اللي تعيشوا نقول لك على ود هاد الكارثه هذه ديال الطريق ديالنا اللي كيدير الدوار ديريكت راه وعدهم ذاك المقاول اللي خدام هاد الشركه وعدهم وعد الدراري على ود انه يصلح هاد الطريق على الاقل ويصلح لهم التيران وهاد الوعد ديالو راه باقي ما تنفذها انت لو كان دابا جيت بالكروسه ديالي راه ما يمكنش ليا ما يمكنش كاع شوف دابا غادي الطوموبيل دابا الطوموبيل توحل لك هنا راه 50 صح ايوا راه شوم هاد الوعود الكاذبه هادي كان هو شكرا لهذا القيد اللي عاد جا لان بلغ الى علمي دار اجتماع مع الدراري مع ولاد المنطقه وعيط على المقاول وحبيا التزم المقاول بانه غادي يرمم شويه ولا شي حاجه لا ما رمم والو انا تنتمناو نيت ان هذا المقاول وحتى في اتصال هاتفي مع زعما شي حاجه اللي مقربه هنايا للمجلس قالوا لي بان مازال السلطات المحليه في شخص القيد دائما كتحاول تنغز هذاك المقاول باش ان يحاول بس نعطيك واحد المعلومه السي حميد هذا الشيء راه ماشي مثلا بالمجان ولا لسوادي اعيننا كما كيقولوا نعم. لان هذا السيد راه مثلا خدا تراب من هذا الشيء ديال الناس ديال السلطه التراب ديالهم باش تيبنيو خدم هو وزيد عليها وزيد عليها انه مثلا ذاك سميتو ذاك الشيء اللي تيحفروا تيبقى ذاك الرومبلي ولا شنو يسميوه حطوا لينا فوق دوك الجبال لانه راه خاصهم نورمالمون يبعدوك قلتها قبيله قالوها لي الدراري راه قلتها لهم راه قالوها لي الدراري قلتها لهم اخويا فاش مشاو الناس قالوا له ودي اش هادشي وانا كنشيت حتى بالناس ديال الدوار كيحاولوا انهم يتواصلوا ماشي بهجوم هجري لا لا دراري ولا تيمشيو بعقلانيه وتيهضروا وما كيتزاوجوش حتى الحدود ديالهم باش زعما تقول يمشيو لشي سلطه تيمشيو كثراتو بيا كتمشي انت تهضر مع المقدم تتمشي للقايد تمشي شوف سميتك استاذ سميتك اسامه حنا للاسف الشديد كنتجولوا في واحد القريه اللي كارثيه الوضع البنيه التحتيه ديالها والصوره هي كتهضر غير انني سلام والله ثم والله ان ملي كتشوف موظف اللي جاي يخدم 50 تاع 64 وعنده كبده على اولاد هاد البلاد وكتشوف واحد اللي اختاروا ولاد هاد البلاد والكبده تقطعات فيه كاع ما بقات الرحمه فيه فحشومه انا بلغ الى علمي غير في القهوه قبيله كنت ديك ويكس ولا سميتها وين سميتها القهوه في الخرجه فوق ديال وينكسو وينكسو كنت جالس تما وجالس نهضر مع واحد السيد وقال لي بان القايد قال المقاول عافاك هذوك الدراري الصغار تنعتبرهم ولادي فانا براسي
عجبني الحال وقلت ها هو ولد المدينه صيفطوه يدي واحد المهام هنا 50 ولا 4 سنين وزيد بحال هادو ها هو بعدا بلغ هاد الرساله. فينا هما هذوك البرلمانيين؟ فينا هي المجلس؟ فين مجلس الجهه؟ لان الذنب الوحيد ديال هاد الكارثه اللي كنشوفوا هو تطاحنات سياسيه كاينه في جهه الدرعه تافيلات. كانوا احزاب غاديين معاهم اباطره عندها الفلوس واحد تينتقم بحال هادشي وقع في السوشيال ميديا. هذا تيطحن هذا وهذا عنده كليك هنا وهذا عنده جروب ديالو هنا بحالها كانت هنايا في التطاحنات اللي عطات هذا الوضع الكارثي. شنو بغا يدير المجلس؟ انا براسي تنبغي دابا نعاير الرئيس المجلس غنقول له واش غادي يقاد في هذا الطريق؟ شنو غادي يقاد؟ وهنا غنهضروا على حاجه اخرى. بعض المرات الانسان تيتحب ليه بانه رئيس الجماعه ولا هكا راه عنده القدره باش انه يبدل ولا باش يغير. اش من ميزانيه عنده؟ ما عندوش. دابا جماعه بوزمو مثلا اللي هي شادانا، شنو هما المداخل اللي عند هذه الجماعه؟ والرئيس ديال هذه الجماعه مازال ولاد السنتات عاقلين، درت لايف وقلت له انا نعطيك مني فلوس فابور، دير عافاك غير المازوط اجي نقادو غير هاد الطريق حيت نطلع عندها حيزون. قلت له انا وحتى دابا الرئيس تنقولها لك انني نعطيكني فلوس فابور. ها هو يوثقوها الدراري ويقطعوها والعيب عليا الا قلت له لا. نعطيهني فلوس فابور يدير لها غير المازوط يشوف عافاك يطلع يقد غير واحد الشارع هنا غير الناس. واحد الطالب مسكين بغى يتزوج واختار البنت من تحت يدو وصافي بغى تجي باش تشوف والديه قال لك خفتها تهرب صافي غتشوف باه فين ساكن مو فين ساكنه البنت بابا ماما والدري وصل قال لك والله حميد الا خفتها باش وهادشي اللي قلتي راه عطيتي مثال ولكن راه كاين في الواقع كاين هاد الامور في الواقع. يا هنا غادي نمشيو للضيافات احزان تربواتي شنو؟ وعاد نسول على الطريق الا كانت محلوله وبالسلامة عليك اخويا. الا كانت بحال الطريق وما يتعنام وهو تهنا هو وليت انا وياهم نهبطوا شحال عندنا في الباتري؟ 6. راه عندك يقطع شويه وما يزعنام ويستنى نجي عندكم النيت ماني شون. تبرع الدونيس ما كاين هنا لا واد لا والو. هاي 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 وتبرع اللهم لك الحمد ويستبرع نظر تبرع على خير هنا سي اللهم لك الحمد. انا نسولكم اللي ربح يربح غادي نعطيه روشارج يربح روشارج اخر يلا صافي نقص انت السؤال الاول. نعم تزعطا خنيفرا ونات السقميث اسمه الماس زعطا لي خلقات زعطا خنيفرا ونات السقميث زعطي زيار كنت ما تسدي قبلي زعطي زيار يا سمير كنت ما تسدي اسخلاوي لا لا وتزعطا خنيفرا ونات السقميث وترحبتها سي وبراني سوق جديد ايوا زقلتيها كل قلتيها روشارج ها روشارج نيت نعاود نقول لك سي وبراني سوق جديد لا غير زاري ضيان بولدي تخاوي ايوا هذا وزان مسابقه زاين ديت عندي الدو يلا نقول لك شي وحده ترخي ربي تا جنو تا ثمون ضيير مول هاد المحل طاح من الجبل وتهرس كامل وعود ما بدا يكريتيكيو فيه ولاد بلادو وبداو يحاولوا يتنمروا فيه بناوا له هاد القهوه وعمروها له واتفقوا بدا يتقهوى عنده وبالتالي دار مشروع. يلا حسين يلا عطينا ندخل نشربها تاهي راه صافي برك كنجلس. حسين ياك شتو مسكين كي قلت يهضر قبيله وكل شيء ما تيتمشاش
الله والقهوة. عارفين كاين حسين مسكين. وهنا السي غسيد. ها هو شعل وين سيد نيد نتريسي انت. حسين ما كاينش والو زعما سمعت. اه دابا ما كاينش حسين ما كاين لا ياتي لا والو لا. دابا لا شنو بالك في الشخصيه ديال حسين؟ شكون هو هذا حسين؟ كتشوف ان الاعاقه وتيقول لك شوف الاعاقه هي الا جات في العقل، اما الا جات في شي بلاصه اخرى ما كاين والو. تفضل على حسين. غنعطيو لحسين حقه ان شاء الله. حسين سيدي هو واحد النموذج ديال الانسان اللي ما كيأسش. واحد الحاجه غيكون قالها لك هو هادشي ماشي غير بالفضل ديالو. حتى الشباب ديال الدوار والناس اللي عاشروه، لانه في الوقيته ديالو كان هو الحاله الاولى من نوعها اللي تعرض تقريبا لهاد انه واحد الشاب اللي مشى وكيقرا وقع له انه تهرس. فكانت واحد الحاله اللي الشباب في ديك الوقيته مازال ما متعودينش عليها. وكنذكرك بانه مازال ما كانش الفيسبوك، مازال ما كانوش هاد المواقع، فما كتشوفش بزاف ديال هاد الحالات. راه غيمشي فينا هو قولوا فما كتشوفش بحال هاد الحالات هادو ديال حسين. فكان داك الشيء اثر بزاف الناس ديال البلاد وقالوا هاد السيد هذا خصنا ندمجوه. شوف واحد النوع ديال الادماج اللي ما فيه لا تخطيط، ما فيه لا تدخل ديال الدوله، ما فيه. وهنا فاش كنهضروا حتى على الدوله وحتى على الاجهزه والمؤسسات، حتى المواطن بعض المرات خاصو يكون كيأدي واحد الدور، خاصو يكون مجتمعي واجتماعي سميتو في العقليه ديالو. فهذا الشيء اللي وقع لهذا النموذج اللي كنشوفوه، الشباب ديال المنطقه بقى فيهم كيفاش هذا السيد هذا، واش غنهجروه، واش غيولي كينعاس، واش هذا الانسان هذا فين وصل حسين؟ دار واحد المحل اللي كان في الوليل تحت وبدا تيطور فيه وبدا كيتمشى وبدا كيتمشى هو حسين تبارك الله. هو طلع الدوسيام، هو غادي، هو دار القهوه، هو دار البلازنا، هو ولا الراعي الرسمي ديال الدوريات الاوروبيه والمحليه. هنا فين كاين كلشي المونديال. هنا ها راك دوزتي التغطيه ديال المونديال. وحاجه اخرى، حسين فيه واحد الحاجه تقبل هادشي، اعتبروا بانه هادي عطيه ديال الله. فهمتي؟ هو غير تيضحك وندمج، وحتى المحيط كيلعب دور اللي هو كبير. المحيط إذا كان عندك واحد المحيط اللي شويه المحيط عاون وما كنت في المدينه بلي كريتيكي وهنا واحد الحاجه بحال قلتي هنا كواحد القريه اللي لا هذه ما كتقدرش تطلع بها بوحدك. ما غاديش تطلع، راه لاحظتها هذه الدرجه هذه اللي عبرها لك والو طلعت لبعض. اعطيها سيدي. لا ما طلعتش. يلا قول لهم يلا مرحبا بكم. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه كلشي بخير. حنا كنطلعوا شويه بشويه كنطلعوا هانا داخل الله. او يدات هاي؟ لا لا يلا انت لا 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 يا زايد يا عمرنا مولاي. لا لا حتى زايد راه حتى هو عنده اسمه ولد الناس كيدير داك الشيء. ولد الناس هي تما خصك تتعامل معنا دابا، تتعامل مع جميع الزوار داك الشيء. حسين غادي يعيش معنا حتى يعمر لنا اتاي نعيشوا الحدث كما كيعيشوا ولاد السنتات يوميا. انت مزيان شويه يلا يا هاهو حسين. هاهو حسين. حسين وحسين غادي يباشر. وحسين راه في الاعراس كيمشي ليهم كينقلوا ولاد البلاد. يعني كلشي خاصو يكون عايش معنا جميع الاجواء. ما يمكنش اننا مثلا
نمشي ونخليو هاد السيد هذا يحس بانه مثلا ما عايش معنا ولا ما مشاش معنا. وكنظن بان هذه هي الطريقه اللي خاص الناس يتعاملوا بها مع اي انسان اللي عنده شي مشكل كما كان، لانه هذه مسؤوليه على الجميع انه يكون عندك واحد الانسان وتمشي انت مثلا كشاب وتنشط وتغني ودير هاد الامور كاملين اللي ممكن نقولوا كيفوجوا على الناس وتخليه هو هنا وفي الاخر فاش ما يكونش داك العاز وداك الامور تجي انت تعيش معاه السعاده يسعد لك الفازه ويطلق لك الامور. دابا غادي الناس بداو هو تيبيع ويشري صافي حسين يدخل للبيرو غادي يمشيو عندو هاك. يعني دابا حتى الناس ديجا تيحاول باش انه ناس ديال الثقه دابا محلول حسين هكا اي مواطن تيهز السلعه ويجيبها وشكون تيستمع. احنا فينا في اتاي بنيتي ايوا نجيو تما حداك نكملوا وجيب لي انت الشارجور هيا دابا اش كيحل حسين حسين دابا دخلتي للبيرو هما خداو ليا الكريدي الكريدي حسين بداو صحاب الكريدي ولا واش ما كاينش دوش ما انت ولا ما عنديش الدو اصلا انا ما عنديش الدو اصلا انا عندك اش مزيان حسين انا ضربوني بالكوبي رايت حسين اش مزيان واخا خي والدي حسين غادي ماشي دابا حسين صافي صافي القلب كندير العصير كندير العصير الا بغيتي العصير كندير كيفاش كندير صافي ها هو 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 ها إذا القهوة اللي بغى القهوة سميت الأخ البرمان 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 سميتو زايد زيدان البرمان زيدان أجي زيدان أجي هذا جينيخ ثلاثة السؤالات إذا غتربح غتربح معايا الروشارج علاهم القهوة ثلاثة السؤالات قول لي جوج لعابات المنتخب زراوي زياش صافي راه زوج غادي نعطيك واحد يزلي وتقول ليه شكون هو خويا زعطاخني فراو النات السقميت صاحب راسي وبراني سوي بقات لك وحده تربع روج رجع صغار يا مزيوه السود مخاسي وبوليسي في بنين يمكن لك الاستعانه بصديق لا والو انا لا وهو السود مخواسي وبوليسي في بنين ثلاثة السؤالات إذا جاوبتي غادي تربح معايا روشا دابا اللي تدير معايا ضربات الرعدة هنا أولا غادي نهضروا عليها أنا دابا روشاج لا ثلاثة السؤالات ثلاثة قولي ثلاثة تاع لي جوار في المنتخب الوطني كاع داك الشيء ما تدخلش فيها نقول لك كاينين كاينين بغيتي ديال الغناء سولها مروان سولها الزعفاق نفرا والناد السقميت ويشا اه سميت خسارة حبيبي عرفتي شنو كنحبوا حنا وشطين وشاوش وفنوس وتو مهاوش هكا شتو مهاوش محطيش سميتو مزيان محمد زيان حتى هو عنده شي ديال قدام هكا سميتو هذا ديال ولد الحواد هذا راه ربوي غزال عندنا هذا دابا ولد ميلشين عزيز عليكم ميلشين سنتات
سنتات أسيدين زيادة قايد إني قدام نخدم غابري داري غرام المقاول قال لك نارك ما يدير واحد نار بسمعة الشباب وما القايد وقلتي لهم صافي غير خدمي لنا 16 من الناس غادي نصوبكم طريق هما اللي صوبتي الطريق باش زيتي بزاف ديال 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 مازال ما صايبش الطريق صاحبي ما صاوب هذيك ما كنهضروش على هذيك من اللي صاوب الطريق دابا مازال ما عطى الوعد ديالو مازال ما وفاه ديال أنه غادي يصاوب شي دي ترونشي هنايا تنتمناو من القاويد تكون راجل سيولي هذه خمس كلمة ورسي حميان نريسي إناسي العذابة هنا يا تحمود العافيث تحية سير عند الأخرى سير عند الأخرى سير عند الأخرى سولي 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 جزك سوت هضر لينا عند المعاناة المعاناة سولي حسيري عن المنطقة منطقة من كوبا وسيدي المتابعين ديال السي حميد السلام عليكم ومرحبا بكم راه هذا النقل اللي تيدير لكم السي حميد راه بحال لكم في البلاد بحال راكم في الدوار بحال قلتي هو العين الثالثه ديالنا دابا اللي داير نقل لكم تحياتي انه تزورنا بشكل موسمي كان دابا ولات يعني كل عام تزورنا ودي السي حميد كما كتشوفوا احنا راه مختلفين على المدينة مختلفين على حتى بزاف ديال العربية اللي ممكن تكون في واحد المناطق واحدين اخرين كمل اخويا انا الصوت نسمعك حتى الصوت نسمعك شوف لا برافو عليك برافو عليك تهضر زوين وهذا اولا كي غبنا ما يدير شي بغاو يطلعونا الخيوط هاك راه لا لا برافو كان تخصني نافو بها انا وياك نهضروا على المنطقه ديالنا كيفاش المنطقه راه انا باغي نهضر على المنطقه ديالنا كيما دابا دابا سميتو اللي كيدير الميكرو حيت الشارجور خويا الباتري عندو نفس لامبرادا ولكن بغيتي تقول لي المقاول قلناها بغيتي تقول لي الخدمه قلناها بغيتي تقول لي التبروري قلناه بغيتي تقول لي ديروا لنا شي سد باش بدا هاد الفيضانات بدا نستنفعوا منها قلنا محمد ديناه مشى ضربات وتلافى محمد ديناه كي ولات انت تفاح مشى مشى حتى انا مشيت مشى راه كلشي تا ودا غير حامي والله الا كان عامي لا والو كني هو نجي غادي في ليخه يا شوان جي غايت الفلاحه فرجيني شاني فرجاني 30 وداك كي شان الدعم وداك خص شان راه ودما عليه والو ما غيش انا ميخد غير اجيني في كذا غد مثلا ورشي 50000 ورشي 60 ورشي 10000 ورشي هنا كذا غدا انا غاتو يا صاحبي خصنا الله يجي في الاخنا صاحبي من الزيان لا يلا سدينا شي دكا وتبارك الله عليكم وحبكم شي وما سخيتش بكم من المناطق ايت عندنا مشكله جبال حميدات كلك مشاكل ضروري ضروري هذا مشكل عرفتي هاد الشباب دابا اللي دايرين بينا وهذا مشكل وعميق وخاص الناس تنتبه ليه كاين عندنا الشباب ما تيخدموش غير على زو الصاك هذا مشكل كبير مشكل عويص وهذا ميساج اللي كنطلبوا الناس المسؤولين والناس اللي كيقولوا بانهم تيخلقوا فرص الشغل راه عيب وعار ان هاد المنطقه هادي ما كتشدش ولادها ما موفراش الخبز ولادها ماشي العيب في الجبال ولا العيب في الوال العيب في الناس اللي الامور بيدها بنين كمل لك كمل راه افاش نعم انا مزيان سير سير قطعك اش غادي دير لهذا راه من السنت اش غادي دير راه جاتني صدفه واعرت كان هي يا صاحبي فهمتي راه الا بغينا لا سير اسيدي يلاه لا سير بغينا هذا مشكل
هذا مشكل ديال فرص الشغل كيعاني واش الشباب، وهذا الشيء ما كيعنيش انه ما عندناش الناس اللي عندهم الكفاءه ولا ما قاريينش ولا كاينين الشباب كاين عندنا مجازين بالجمله ياك، ولكن للاسف ما كيداروش شي مجهودات من طرف الناس اللي وكنقول واحد الكلمه. علاش الطبقه المثقفه ديال السنتات والنواحي اللي هي مشوميه في حدا تاولا تعاني ما دخلاتش الغمار السياسه والسوق بيديها؟ علاش خليتو نفس الاشخاص غير اللي ردمات الداخليه اللي مشاو، اما اللي ما ردماتش الداخليه مازال تيسيروا، اللي حصلوهم اللي حصلوهم صافي زادوا فيه هما اللي مشاو، ما انتم ما قديتوش ديروا التغيير في ارض الواقع. واش نتوما غير في النابو في القهوه والتفعيل والو؟ ما دي لا وخبوك الرويضه، لا وخبوك الرويضه، لا وخبوك الموتور سير على ليالته سير. ودابا دابا انت دخلتي لنا للسياسه، ندخل غير السي غير السي وصلت زيد. دابا عندنا واش شي في المغرب ماشي تيختصر علينا غير حنا، الا الا مشيتي للبرلمان ديال المغرب واش ما فيهش ناس ما عندهمش الشهاده ديال الساد؟ فيه ما فيهش ناس اللي ما عندهم حتى الكاتريه ما عندهم حتى حاجه. فيه شنو عندهم هذوك؟ عندهم ميمي. ولا مشيتي قدام البرلمان تتلقى دوك اللي عندهم الدكتور. اذا هذا علاش ما يكونش العكس صحيح؟ علاش؟ فين الخلل؟ هذا راه نقاش خاصو راه ندوى هذيك.